دشن الفريق المكلف من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالنزول إلى حضرموت برئاسة المحامي يحيى الشعيبي، دشن برنامج لقاءاته الموسعة بمدينة المكلا، حيث عقد الفريق لقاء مع أعضاء هيئات المجلس الانتقالي في ساحل حضرموت. وفي اللقاء أكد رئيس انتقال حضرموت العميد سعيد المحمدي أكد حرص المجلس في حضرموت على الاستماع لوجهات النظر لمختلف المكونات والقيادات والنخب السياسية والاجتماعية الذين لديهم تحفظات على هيئات المجلس الانتقالي. واستعرض المحامي الشعيبي أهداف زيارة الفريق لحضرموت والمتمثلة في اطلاع هيئات المجلس بالمحافظة على المستجدات والأوضاع ومواقف المجلس منها والعمل على تعزيز دور المجلس وحضوره في المجتمع، مؤكدا أهمية تعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية باعتبارها الطريق الآمن لعودة الدولة الجنوبية.